التوصيات اللي احنا شغالين عليها ان اهميه ان يكون في استراتيجيه وطنيه لقصه الهويه الوطنيه وتفعيلها بشكل كبير جدا. احنا في حاجه الرسم تاني لملامح الشخصيه المصريه وربطها بالثوابت الوطنيه والثوابت القوميه للدوله المصريه. ده احنا شايفينه من خلال تفعيل المجلس ده او الاستراتيجيه دي، ولابد من التركيز على عمليه تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص في رسم قضيه الهويه دي. احنا في المحور السياسي في لجنه حقوق الانسان والحريات العامه كانت اول قضيه ناقشناها هي قضيه مكافحه التمييز. وبالتالي التمييز طبعا ده مروحه واسعه جدا، يعني له ابعاد مختلفه، دين ولغه واتجاه سياسي وطبقه ومسكن، مقر موجود في اقاليم ولا موجود في العاصمه، يعني مروحه شديده الاتساع، ومن ضمنها النوع طبعا المرأة. لكن من حسن الحظ ان الاتجاه العام اللي كان سائد كان ضد فكره التمييز. الوعي انه احنا نرجع نبقى فاكرين ان احنا هنقدر نتحكم في انه الشباب زي حضراتكم كده بقى المتاح قدامهم العالم بثقافات مختلفة تماما، بثقافات إيجابية جدا بس ثقافات تانية غريبة جدا وسلبية جدا، ويعني في كم هائل من التضارب وانت متعرض ليه، ولو حضرتك عندك الوعي انك تقدر تفرق اللي عنده 7 سنين اللي هو المتلقي الحالي لهذه الثقافات من خلال الإعلام الإلكتروني والارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي وكمية التطور السريع جدا اللي ما بيديناش حتى الفرصه ان احنا نحلل التغيرات وازاي ده بيأثر على شبابنا واطفالنا. الحقيقه يعني انا رايي انه قضيه الهويه المصريه دي في منتهى الاهميه، وفي رايي انا يعني بتحتل اولويه اولى، لانه احنا كل المصاعب اللي اجتزناها وكل المخططات اللي أفشلناها تمت بفضل الوحدة الوطنية اللي هي الهوية المصرية الواحدة، لأن في اللحظات الخطر اللي صدفتنا قبل كده وهي كانت متعددة ومش بسيطة، يعني لأن كان وراها قوى الشر كلها، ليست مجرد سطر في كتاب، لا دي اشتغلوا لها كتير قوي، والصحوة المصرية اللي حصلت بتبقى أكبر دليل على إنه الهوية المصرية الحمد لله لا تزال هي الحاكمة.